أهلا وسهلا بكم أهلي وخلاني، سكنتم في حنايا كل وجداني. هل القوافي أتتني تنتشي برحا؟ هل القوافي أتتني تنتشي برحا؟ وحدثتني حديدا دون عنواني. فبالضيوف أهلا أهلا نرددها، ما غرد الطير يشدو فوق والإيمان والقيم نبني صرح الأمم. فنرحب بكم علماء ومفكرين وأطباء تواعدوا مع عبر الأقصى مقدسة ظلاله، وقمام القدس تحتفل تقول والمهج تقول والوهج المعراج يسمعها. شكرا. مجلس الإدارة مريم سيد، نرحب بجميع الضيوف. لو أن كل التحايا بالمراد تبي، حييتم بتحايا العز والشرف، حييتم بجنون القول أجمعها، بالشعر بالنذر بالتعليق بالصحف. والآن مع البقرة، هي بقرة تعريفية لجمعية المرأة للتربية والثقافة، مع الأخت تمنى الشيخ أحمد. أيها الحبيب الكريم، لقد أدرك مؤسسو هذه الجمعية ما يتهدد المرأة، وهي عنصر أساسي في المجتمع من عوامل التخلف والانهيار أو الذوبان بالمجتمعات الأخرى، فقرروا إنشاء جمعية لها تجمع بين فضائل الثبات وحسنات الرغبة والتطور. الثبات الذي يمنحها الاستمرار، فلا تتخلى عن مبادئها ولا تتحول عن أصولها، والمرونة التي تواجه بها سير الزمن وسنة التطور. فجاءت جمعية المرأة للتربية والثقافة وليدة لذلك السبب، وهي جمعية نسائية ثقافية تربوية تسعى إلى الرفع من مستوى المرأة من خلال برامج متنوعة ومتكاملة لها حضور متميز في المجتمع والساحة، وتكوين متخصص للمكتسبات. تعتمد قيم الإيجابية والجدية، الإخلاص والإتقان، التعاون والتناصح، الإبداع والتميز، وتنتهج سياسات المؤسسية للإدارة الديمقراطية في اتخاذ القرارات، التكامل والانسجام، احترام نظم وقيم المؤسسة، الشفافية في التسيير، ولها أهداف استراتيجية في المجال الإداري والمالي، اعتماد نظام إداري يرصف طابع المؤسسة اعتماد نظام إداري يرصف طابع المؤسسية، اتباع أساليب الإدارة الحديثة للتخطيط والأرشفة، ضبط عملية الانتساب وتوسيع عضوية الجمعية بما يحقق الانتشار في الساحة، تنسيق عمل فروع الجمعية والعمل على فتح فروع جديدة، وضع هيكلة تناسب حجم عمل الجمعية، العمل على توفير مصادر مالية تحقق أهداف الجمعية. في مجال التربية والتكوين، الرفع من المستوى التربوي والعلمي للمنتسبات، تكوين المنتسبات تكوين المتخصصات. في المجال الثقافي والإعلامي، الحضور الثقافي والإعلامي في الساحة، نشر قيم الإسلام السمحة وتوصيلها إلى كافة شرائح المجتمع. وفي مجال العلاقات، الحضور في هيئات المجتمع المدني والتواصل مع الجمعيات والمنظمات المشابهة محليا وإقليميا ودوليا. مبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا بجمعية المرأة للتربية والثقافة أن نرحب بضيوفنا الكرام، السيد مدير الشباب والرياضة، مدير الثقافة والشباب والرياضة السيد عدنان البلوك، كما نرحب الشيخ العلامة الشيخ محمد الحسن القدو، ونرحب برؤساء الجمعيات والبرلمانيين وشخصيات المجتمع المدني، ونرحب كذلك بجمهورنا الكريم. كما أرحب بأخواتي المخيمات وحضورنا الكريم الذي شرفنا بمشاركته لنا في هذا الحفل الافتتاحي لمخيمنا الرابع، والذي يقام هذه السنة تحت شعار بالأخلاق والقيم نبني صرح الأمم. لقد ذهبت الجمعية على إقامة مخيم صيفي تربوي تهدف من خلاله الجمعية إلى إحياء السنة المسارعة إلى الخيرات والحياة في ظلال القرآن والحديث، والعيش في واحة العلم والفكر استرشادا واستنهاضا للهمم، حتى تتزود النفوس بزاد التقوى، يقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتستعين بتلك الساحة السياحة الربانية على مختبر الأيام. أخواتي، إن هذا المخيم فرصة كريمة للتنافس بالخير،
والاستزادة من الأعمال الصالحة، فاغتنمنا أيامه لتزكية النفس وأطرها على الحق، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. وأنتهز الفرصة هنا لأعتذر للواتي لم يحالفهن الحظ في المشاركة في هذا المخيم، ونتمنى لهم فرصة أفضل في مخيمات قادمة بحول الله. ولننهي هذه الكلمة قبل أن نشكر الجهات والمؤسسات والأفراد الذين كان لهم الدور الكبير في إقامة هذا المخيم المبارك، وأخص بالذكر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الندوة العالمية للشباب الإسلامي فرع موريتانيا، جمعية الخير للتكافل الاجتماعي في موريتانيا، شركة جودة للألبان، شركة توفلي للألبان. كما أشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في هذا العمل من لجان إشراف أو تنظيم أو إعلام أو ثقافة أو تربية، فلهم جميعا كل الشكر والتقدير. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن جمعية المرأة للتربية والثقافة ما فتئت تعودنا إقامة مثل هذا المخيم في كل صيف، تزيل بها آثار الصيف وما كان من السنوت والتعب. نسأل الله تعالى أن يتقبل من القائمات عليها بالمضاعفة، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم. وإن للإيمان طعما رفيعا عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وطعم الإيمان لا يمكن أن يتذوقه إلا من جاهد نفسه في سبيل ذوقه وتذوقه. ولذلك فإن التربية ضرورة من ضرورات البشر، ولا يستغني عنها أي إنسان. فقلب الإنسان وروحه حياتهما مربوطة بالذكرى، وهي غذاؤهما، وإذا فقدها الإنسان فإن قلبه سيموت. والذكرى التي نحن محتاجون إليها جميعا، الناس فيها على أربعة أقسام. القسم الأول الذين لا يتحملون سماع ذكرى بآذانهم، ولا يمكن أن تتشربها قلوبهم، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال فيهم: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. والقسم الثاني الذين يتحملون سماع ذكرى بآذانهم، ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، لأن القلوب قد طبع عليها. وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والقسم الثالث الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض، فإذا قام مذكر يعجبهم نسبه أو مستواه أو هو من جماعتهم أنصتوا إليه وأصغوا، وإذا سمعوا الذكرى من غيره كأنها لا تعنيهم ولا يستمعون إليها ولا يهتمون بها. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بصفة أهل مكة وأهل الطائف عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. والقسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بما نفعهم الله به منها، وهؤلاء هم المؤمنون المبشرون ببشارة الله. فقد قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال تعالى: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا الإيمان يزيد وينقص، وأهله متفاوتون فيه تفاوتا عظيما، كما قال الله تعالى: هم درجات عند الله. وقال تعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء من تباعد منازلهم. فلذلك احتاج الجيل إلى تربية على قيم الإيمان، وعلى تذوق له ولطعمه، وعلى تفهم لمعانيه. وهذه الأمور لا يمكن أن يتلقاها الإنسان ما دام في أسرته وبين ذويه، وهو محتاج إلى محضن تربوي يتلقى فيه معاني الإيمان ويتربى فيه على قيمه، كالمجاورة وإحسانها، وكالإيثار، وكإحسان التعايش مع الآخرين، وكالرحمة، وكالحياء الذي هو خلق هذا الدين، ولكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، وغير ذلك من القيم العظيمة النبيلة التي يحتاج الإنسان فيها إلى أن يتفهمها وأن يتلقاها نظرا وأن يمارسها تطبيقا. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال مثل هذه المخيمات التي هي محاضر تربوية يجتمع فيها العلم بالعمل، وتكون فيها التربية واقعا يعيشها الإنسان في ليله ونهاره وفي كل ساعاته. ولا شك أن الصحبة الصالحة من أقوى وسائل التربية وأهم ما يرسخ القيم. ولذلك قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومجالسة الصالحين تعين الإنسان على أطر نفسه على طاعة الله وعلى اجتناب ما نهى الله عنه. وكم من إنسان هداه الله إلى الطريق المستقيم بسبب الصحبة الصالحة، وبمجرد سماع قصص الصالحين وسيرهم وحياتهم يتأثر الإنسان تأثرا بالغا، حتى قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: سير الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهنيئا للأخوات المشاركات في هذا المخيم، ولا شك أنهن سينهلن طيلة هذه الأيام من معين الإيمان وقيم هذه الرسالة المحمدية التي ختم الله بها رسائله إلى أهل الأرض. فكأنما سيعيش المخيمات في هذا المخيم مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أهل دار الأرقم، ومع المهاجرين والمهاجرات، ومع الأنصار الذين آووا ونصروا، يعيشون معهم حياتهم فيتخلقون بأخلاقهم ويتحلون بقيمهم ويسمعون كلامهم، فكل وقتهم سماع لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين، وكل أعمالهم ناشئة من هذا الكلام منبنية عليه. لا يخالف شيء من أقوالهم أفعالهم، لا يخالف شيء من أفعالهم أقوالهم، فيتمثلون قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعيشون قيام الليل فيتعودون على مناجاة الله جل جلاله، وعلى الخضوع بين يديه والتذلل لوجهه الكريم وإحسان الأدب معه، فالله هو أحق من يتأدب معه. ما لكم لا ترجون لله وقارا. والأدب مع الله سبحانه وتعالى هو أول تربية الإنسان، فلا يمكن أن يتربى الإنسان على أي خلق نبيل ولا على قيم رفيعة إلا إذا تأدب مع الله سبحانه وتعالى. وإذا استطاع الإنسان أن يأخذ من قيام الليل حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى
الله.